بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة، سعادة الدكتور فيصل بن محمد أبا الخيل الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية في لندن، السيدات والسادة الكرام الخريجين والخريجات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أولاً أن أتقدم بخالص التهاني للشعب السعودي الكريم بالقيادة الرشيدة تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود. وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز. متمنين لهم التوفيق والسداد. كما يسعدنا تواجدنا معكم في هذا الحفل ومشاركتكم فرحة التخرج ورعاية هذا الحفل المميز كراعي رئيسي. أود بداية التأكيد على أن إتاحة الفرص للخريجين والخريجات هو واجب وطني ينبغي على كل مؤسسات الأعمال المساهمة فيه، كل حسب طاقاته وقدراته، للوصول لتحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة والمتمثلة في توطين الوظائف وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مما يعتبر ركيزة أساسية لخدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني. لذلك نحن نبحث دائماً عن الكفاءات والمواهب المتميزة للانضمام لفريق عملنا، وبالأخص خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للابتعاث. الأخوة والأخوات الكرام، إن مشاركة البنك السعودي الفرنسي في الرعاية الرسمية لهذا الحدث تنطلق من رؤية البنك ودعمه لمثل هذه المبادرات في شتى قطاعات الأعمال والاقتصاد الوطني، وهو ما يتيح لأبناء الوطن فرصاً متميزة للتواصل المباشر مع مختلف قطاعات الأعمال بهدف إيجاد الفرص الملائمة لهم. ومن هنا يأتي حرصنا على المشاركة المستمرة والفعالة في يوم المهنة لخريجي العديد من الجامعات داخل المملكة وخارجها. إن توجه الاستراتيجي في قطاع الموارد البشرية في البنك الفرنسي يقوم دائماً على الدعم نحو زيادة نسبة السعودة في كافة قطاعات البنك والتوطين من خلال برامج ومبادرات وتأهيل الكوادر البشرية المتميزة لإغلاق الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتسخير كافة الإمكانيات التي من شأنها إنشاء جيل قادر على تحمل المسؤولية الوطنية والشخصية، حيث يمثل الاستثمار في تنمية الموارد البشرية هو حجر الأساس في ازدهار الأمم، وذلك عن طريق برامج متميزة للتدريب، منها برنامج ذا بانكر وهو برنامج المصرف التنفيذي، ويليه برنامج المصرف الاحترافي، ثم برنامج المصرف الإداري والبرنامج المصرفي القيادي. كما يوجد لدينا برامج خاصة بالسيدات لدعمها للوصول إلى مناصب قيادية. كل هذه البرامج تهدف إلى المحافظة على مكانة البنك في الصدارة كبنك الامتياز ومدرسة مصرفية متميزة. في الختام أتوجه بالشكر والتقدير لكل أم وأب ساعدوا في دعم أبنائهم وبناتهم للوصول إلى النجاح وتحقيق أهدافهم، وإلى جميع القائمين على إنجاح هذه الفعالية المتميزة البناءة. كما أشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين في المملكة المتحدة وأعضاء السفارة، وسعادة الملحق الثقافي الدكتور فيصل بن محمد أبا الخيل. والشكر موصول كذلك للزملاء في الوزارة
متهانين الخاصة لأولياء الأمور والخريجين على هذا الإنجاز المشرف. وفق الله الجميع لخير الوطن وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.